السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا على كل حال فيديو من الخدمه خفيف ان شاء الله. نجاوب على السؤال هذاك اللي طرحته عليكم. على كل حال عندنا الاخ نور الدين، الله يبارك على كل حال وبارك الله فيكم. شكر كامل الاخوه اللي شاركوا معنا، حنا باش نستفادوا على كل حال من بعضنا البعض. تكلمنا على الطروجي وقلت لكم يا ودي الطروجي علاش معروفه باسادا طروجي، وهذه الطرو معروف غير في الخدمه هذه نقولوا طروجي. يعني كي تقول طروجي مذكور بالاسم هذا غير في الباساد هذه طروجي، ابار هذه ما يقولوش طورو، يتبدل الاسم. خونا نور الدين الله يبارك على كل حال هو اللي جاوبني. الطورو هذا ماشي معناتها يتنخدم غير في الباساد هذه، تنخدم في اي مكان. يقدر يديرو مثلا يدير الطورو بالكياكيا، يدير الطورو بالصوصة، وشنو تتبدل الاسم تاعو، يتبدل يولي اسمه رول موطاوطاو رول موصوصة رول موكياكيا، يعني تتغير الاسم ديالو. هو مشهور بالباسادا هادي كي يخدم الطوروجيو، هادو لي زونسيا هما اللي سموه هكذا. والطوروجيو مذكور بالاسم هذا غير في الباسادا هادي، اما الخدمات اللي يخدمهم في مواضيع اخرى يولي اسمه الرولمو رولمو طاطاجي ورولمو كاكاجي، يولي اسمه الرولمو تبدل. وكاين لي رولمو بزاف، ماشي لازم الرولمو يكون طورو، يقدر يكون رولمو بفاصون واحد اخرى. المهم هذا هو الجواب وبارك الله فيكم خاوتنا، ورانا نستفادوا. انا طرحت سؤال ماشي باش نعجزكم، باش تكون فائده برك، وجزاكم الله خير المشاركه. السلام عليكم.